عقبالك دكتور بشار انت ورئيسك روحاني هو علماني الماني الماني. واليوم صادفت وقفتنا مقتل الطاغية الأول بسوريا واليمن والعراق وبكل مكان اللي هو السليماني. طبعا الوقفة اليوم تجي بظروف مأساوية أكثر باعتبار المجازر اللي عم تصير بإدلب والقصف الروسي والإيراني والقصف النظام المجرم كذلك. لذلك اليوم لها ميزة فيها نوع من المرارة من الناحية الأولى باعتبار أن القصف مستمر. وطبعا لا يخفى بعض السعادة من مقتل أحد مجرمي الحرب الذين عادوا كثيرا الشعب السوري. ولم نسمع بإدانات تذكر لما يفعله الروس وحلفاؤه في الشمال السوري ولا سيما في إدلب، ولا سيما أيضا منذ بداية شهر كانون الأول حيث كثف العدوان الروسي حملاته في المنطقة. وفقط خلال هذا الشهر شهدنا نزوح أكثر من 250 ألف مواطن من السكان المدنيين. إذا لم يكن هناك ضغط يمارس عليه فليس لديه مشكلة. اليوم فلاديمير بوتين يلعب الشطرنج مثل جميع الروس، وعلى الطرف الآخر أمامه لا يوجد أحد، وبالتالي هو متأكد بأنه سيربح. إذن يجب جديا ممارسة ضغط عليه وأن يجبر على احترام تعهدات الضامنين.